رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي هون في حصتنا كي تداعيات مشاركة المنتخب التونسي في بطولة افريقيا مازالت متواصلة. اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي في فرنسا عصام تاج كان ادلى بحوار مثير، عمل شوية بوليميك لصحيفة الشروق التونسية، صار وراه برشة تداعيات. على كل معنى عصام تاج المدرب مدرب اونجي الفرنسي باش نحكيه معه اكثر على مشاركة منتخبنا في بطولة افريقيا. عصام اهلا بيك. اهلا بيك اسلام، شنو احوالك خويا، شنو الامور؟ عايشك الحمد لله ربي يفضلك. اول حاجه سي طمن عليك واخبارك واخبار فريقك، ابرامو جاليه تونسيه وليتو في الفريق اونجي. صحيح والله صحيح اسلام، عندي توا 6 شهور ملي خديت على راس الفريق الاول اونجي الفرنسي، نشطوا في الدرجه الثالثه. معناتها اخترت انتدابات باش نعملهم واتجهت للمدرسة التونسية، خاطر نعرف الكفاءات التونسية ونعرف شنو هو مستواها اللاعبين التونسيين. معناتها ما حبيتش ناخد ريسك ونمشي لمدارس أخرى، خديت المدرسة التونسية خاطر عندي ثقة في اللاعبين نتاعها. أهداف شنو هي عصام حاطينها؟ البروجي شنو؟ زين الأهداف نتاعنا واضحة، معناتها احنا نحبوا عندها بروجي. النادي معناتها يحب يستركتور من جديد، قاعة جديدة متوفرة لنا. معناتها الأهداف هو صعود للدرجة الثانية وبناء فريق قوي قادر على أنه في مباريات المنقذنة يطلع من الدرجة الأولى. به بالتوفيق ان شاء الله عصام ليك ولكل من لاعبي التوانسه وايضا للاطر الفنيه التوانسه خارج تونس. انت ايضا وسام حمام في فرنسا، بالتوفيق ليه ايضا. زوز شرفتونا وقدمتوا مستويات كبيره مع المنتخب التونسي، مش كيما اللي شفناه في البطوله الافريقيه الاخيره والا حتى في المسابقات الاخرى مع المنتخب الوطني التونسي. سي عصام خلينا ناخذ من عندك كلمه، كيف شفت مشاركه المنتخب في بطوله افريقيا الاخيره؟ اسلام معناتها كما الراي العام الكل، معناتها من اسوأ المشاركات في تاريخ كره اليد التونسيه. اول مره في التاريخ المنتخب التونسي ما يصعدش على البوديوم، هزيمه تاريخيه ضد المنتخب المغربي. كنا نجم نتقصاو من دور الربع النهائي امام الكونغو، ننهزموا امام الفريق المصري ونشوفوا فرحه معناتها في صفوف المنتخب التونسي. معناتها اليوم نحكيه معناتها ظهرنا بوجه مشرف ضد مصر. صحيح مصر قويه، مصر عندها فريق معناتها محترم، لكن تونس كذلك منذ سنين معناتها مصر عندها فرق كبيره، فرق محترمه. تونس كذلك في كره اليد فريق محترم. انا بالنسبه لي انا في الاخر هذه من أسوأ البطولات اللي مر بها كره اليد التونسيه وخاصه بطوله افريقيا. شكون يتحمل المسؤوليه عصام؟ شوف الفشل انا فنيا ما ريتش منتخب يلعب كره يد معناتها عصريه، معناتها فريق هش دفاعيا، فريق ماهوش ما فماش بروبريت بوجي جو في الاتاك. عناصر راهو المنتخب التونسي وفي تونس في كاملها تونس عندنا راهو لاعبين. الو عصام، يبدو انه انقطع الخط ولا مشكله فما نتاع ريزو، نحاولوا نتصلوا به من جديد مع عليا في الاخراج. عصام تاج نحاولوا نكلموه من جديد، نحكيو معاه اكيد على مشاركه المنتخب التونسي في بطوله افريقيا الاخيره في مصر، تداعيات كبيره وخاصه الحوار اللي عمله عصام مؤخرا في جريده شروق يوم امس أثار برشا جدل الحوار هذا، وحتى عصام كان هبط تدوين على صفحته في فيسبوك حدث فيه على الحوار هذا. موجود من جديد عصام بتليفون. عصام تقص الخط نخليك تواصل. الظاهر كما قلت لك معناتها اليوم مسؤوليه يتحملها الكثير، معناتها يتحملها المكتب الجامعي القديم،
يتحملها الإطار الفني. لازم نكونوا اليوم إسلام خلينا رانا احنا ناس غايرين على كرة اليد، معناتها مش اليوم اش ندخلوا عصام يتكلم واش ندخل فلان يتكلم، هذه ولات لغة معناتها تاع شعبوية ومش انا انسان خويا. كان انت باللي عطيت له كرة اليد ما تكلمش، ما اسكم باش تكلم. لا نحكي لك معناتها فما برشا تعليق يقول لك اش مدخلك تعطي في رايك الفني ولا ما نعرفش شنو. ما يسالش يا خويا، انا من الناس اللي نغير على كرة اليد وانا فني اليوم ومن حقي اني نغير على كرة اليد، وذيك اللعبة انا ضحيت على خاطرها 30 سنة ووصلنا كرة اليد الى مكان مرموق ومكان محترم في العالم. يظل اليوم نغير كرة اليد تنحدر الى الهاوية، وكان واحد منا يسكت معناتها من وما يتكلمش وما يقولش كلمة حق. أنا ماناش قاعدين نرميه في القرود، ماناش نسامو اليوم. إذا كان الناس خدمت وعطات من عندها ونشكرهم يعطيهم الصحة، ناس تخاذت على المنتخب وناس ما هذا كرة اليد الهاوية، لازلنا نقولوا راهي ما فيها لا شعبوية ولا فيها جهوية، هذه كرة اليد مصلحتنا ومصلحة الناس الكل. برشا ردود افعال وصلت عصام بعد خاصة تصريحك الاخير بخصوص الجهويات، على شنو بنيتوا التصريح هذا عصام؟ التصريح راه شوف التصريح، انا اليوم راني كي تشوف نتيجة المنتخب التونسي بطولة العالم نكملوا 25 مونديال، نقولوا لولا كرة مصباح ولولا كرة الكرة الكراهية هذيك هي راه اليوم نتائج واحصائيات. اليوم المنتخب التونسي عالميا من اضعف الدفاع في العالم، اليوم المنتخب التونسي 25 عالميا، اليوم معناتها بطوله متوسطيه ان الفرق تلعب بالفرق البي نتاعها. مصر وقت اللي كان مع تونس مشات بالفريق الاول، مصر قررت انها تمشي تشارك بالفريق الاول، معناتها فهمني نكملوا 50 في بطولة البحر الأبيض المتوسط. اليوم تونس من النهائي تولي الرابعة على المستوى الإفريقي، هذه إحصائيات راه مبني عليها. ما اليوم أنا كرة اليد ولا الرياضة في العالم بصفة عامة راهي نتائج وإحصائيات. لا هذا مبني عليه. فهمتني إسلام؟ نقول لك معناتها اليوم من الواجب أنه ننهضوا بكرة اليد ونرجعوا لها مكانتها العالمية راهو مش الإفريقية فقط. عصام أنت في تصريحاتك حملت شوية سامي سعيد المسؤولية، لكن ما تشوفش أيضا أنه حتى برشا يقولوا الجينيراسيون هذه في المنتخب ما هيش بنفس القيمة الجينيراسيون اللي سبقت اللي فيها أنت وحتى اللي بعدكم شوية زاد. اسلام نحمل سامي اكيد المدرب يتحمل المسؤوليه راهو في النتائج، معناتها خاطر الاختيارات تعود لي هو. وكما قلت لك انا معناتها فهميا ما ريتش منتخب يلعب كره يد صحيحه معناتها فهمني، معناتها نحمل المسؤوليه اكيد. اما قلت لك راهو المسؤوليه زاده مسؤوليه المكتب الجامعي القديم اللي ما وقفش كذلك على كره اليد وخلى الاخطاء تتمادى وتمشي لقدام ولقدام ولقدام وما وقفش الاشياء من الاول. هذه حاجه الاولى. نحمل اكيد زاده المسؤوليه لسامي السعيدي، خاطر نقولوا اليوم ما عندناش جيل لاعبين، اليوم عندنا 10 لاعبين اول مره تلعب بالبطوله افريقيا، هذه ما هي الا لينا اسباب تبريريه للهزيمه والهزائم اللي قاعده تصير. اول مره ادرى قداش من لاعب يلعب بطوله العالم، اول مره قداش من لاعب يلعب بطوله افريقيا، عاد اذا كان احنا ماشيين بقداش من لاعب اول مره يلعب وعارفين روحنا اللي من الاول رانا باش نكونوا كارثيين والا مستوانا معناتها في بطوله افريقيا نكملوا الرابعين ولا مانيش نتحصلوا مانيش شغلهم على اللقب، علاش نزلوا فيهم الملاعبين هذه؟ راهو التونسي عندنا ملاعبيه في تونس وعندنا كثير من اللاعبين اللي يمتازوا بفنيات اوروبيه معناتها، لكن شوفوا احنا اليوم الاختيارات وين نوجهها؟ احنا اليوم عندنا واحد كيما حازم باشا اليوم ما نستغلوش، عندنا واحد كيما المرغلي ما نستغلوش، عندنا واحد كيما الجزيري ما نستغلوش، عندنا واحد كيما معرف ما نستغلوش. لعبوا هذا مع عصام، قداش لعبوا؟ تقصد ما خذاوش الوقت الكافي اللي نتاعهم معناها هكا؟ ما خذاوش الوقت الكافي توا لاعبين كيما هذو انا شاركهم 10 دقائق في المباراه ولا 15 دقيقه، هذوما ركائز المنتخب اسلام راهم.
هذا هو من ركائز المنتخب زي ما نقول عام 2018 الحمد لله خرجنا لاعب اسمه الجزيري وسام الجزيري وسام الجزيري كنت مصر وهو جابها كاس افريقيا وفهمتني ما نقصش ما نقصش من قيمه اللاعبين الاخرين لكن شفنا المستوى العالي نتاع وسام الجزيري وسام الجزيري اليوم النجم هذا احنا اليوم كما تعرفوا كما شفنا في السابق احنا نبنيه ولكن في نفس الوقت نهدمه معناتها جا جيل 90 91 اليوم ما نلقاو حتى لاعب من جيل 91 91 بخلاف البوغاني شنو اللي صار اسامه حسني طردوه بوش عشويره طردوه انور بن عبد الله طردوه التومي ماهوش موجود شكون قيل اليوم صفروا البوغاني انور عيد الجيل كان حافظ عليه فني مصباح مش موجود جلوز ماهوش موجود عبد الحق بصالح ماهوش موجود وين الجيل الكل هذا؟ الكل تقريبا مشى نمر لمرحلة التشبيه جبنا 10 جوهرات اول مرة تلعب اخذنا من التعليات الكاذبة والتعليات اللي ما عندهاش اسباب بنائية عندنا جوهرات ما جبت 10 جوهرات يا اخوي امشي بهم العشرة جوهرات ونمشي بهم من يحبوا انا ما قولش قلت جوهراتي اول مرة تلعب بطولة افريقيا شنو اليوم احنا كنا بدا مصر القدوة نتاعنا مصر احنا نبنيوك على اساس مصر راهو عشنا في ظروف تعيسة احنا زادة راهو وجبنا بطولة افريقيا وصلنا 40 عالمية لا عندنا منشآت لا عندنا حتى شيء. عصام حكيت انت على جينيراسيون تاع 90 كان معنا كريم الهلالي لهنا وحكي على اسباب مختلفة لاستبعاد بعض اللاعبين ويبدو انه فيها حتى اسباب خطيرة يعني شنو رايك انت ما كانش يتم التعامل بخير بطريقة افضل مع الاستبعاد معاهم خاصة هذم لاعبين كوادر في المنتخب ولاعبين مهمين معنا شوف راهو اسلام ينجم اللاعب يخطئ هنا انا اقول وين التأثير وين معاملة المدرب للاعبين كيفاش تصرف ان الغلطة الاولى انا نقص اللاعب اسكو معناتها انا باش نمشي نقص لاعب وزوج وثلاثة واربعة راهو اربع لاعبين من ركائز المنتخب كيفاش تصرفنا معاهم انا اليوم في الوقت هذا انت تجي تقول لاعبين كوادر نتاعك تجي تقول اخطأوا انضباط وما نعرف شنو لكن وين التقدير نتاع الواحد اسكو اليوم من غلطة الاولى انا نقص اللاعبين عليه بالله ديما تصير مع شويرف وحسني وبنور عليه ديما معاهم هما بالذات ما صارتش في قطر قبل مع بنور مع حسني ومع شويرف علاش ديما نفس لي جوار سيبلي علاش ما اثرناهمش علاش ما كانوا علاش ما نعرفوش نقضوهم نطردوا اربع جوارات نعاودوا نجيبوا اربع جوارات ونقولوا اول مره يلعبوا كاس افريقيا معناتها هذه الاسباب اسباب انضباط هما منهم هما خرجوا اليوم جبت اربع جوارات جديد يلعبوا اول بطوله افريقيا خسرنا خاطر مصر عامله صاله فيها درشنو عامله نزل عامله واحد من ظاهرين بمصر ونخمموا في مصر ونقدموا مروحنا ونطلعوا من مصر وهذيك هي معناتها اللاعب اذا كان يراها هكاكا ولا تصريحات هكاكا شنو يقول؟ اي عادي انا كي نخسر مع مصر ما يسالش خسرنا زوج اهداف خرجنا فرحانين برافو تونس هذا الجيل باش نبنيو عليه لا مش معقول هيك انا واحد من الناس بريزني عصام شفناك هبطت تدوينه في صفحتك في فيسبوك ولا حتى في الانستغرام يبدو انه برشا غضب كان صار على الكلام تاع اللي اتهمت فيه مدرب الجهويات من بعض من احباء خاصه نقولوا احباء الاتوال خاصه اي صحيح معناتها هذا اسلام شوف انا اول تعليق جاتني من خويا سامي السعيدي معناتها كانه يحب يهددني ولا يخوف فيا معناتها مش عاجبه كلامي انا لا ارمي القرود ولست معناتها علاقتي طيبه وما عندي حتى مشكل في الجهويات وانا علاقتي طيبه مع كل اللاعبين التونسيين اللي تواجدوا داخل وطن وخارج الوطن وخاصه من جهه الساحل علاقتي طيبه معهم ما عندي حتى اشكال وعمري ما جبت في تصريح ولا قللت من قيمه اللاعب من النجم الرياضي الساحلي عمري ما قلت ما يستحقش مكانه في المنتخب ساعه قلت لك وبالعكس قلت لك عندنا لاعبين وبرشا لاعبين والدليل انا خذيت
زوج لاعبين من النجم كانوا ينشطوا بالنجم السعلي، زوج لاعبين كانوا ينشطوا بالمهدية في الفريق نتاعي. معناتها هذه ما عنديش انا لا جهويات، لكن التكثير الكلام وهكا نفس السيدية عرضوا فيه عصام تاج والرهان ودرسمية وما لقاو ما يقولوا وشكونك انت باش تدخل روحك في الفنيات وعصام وجهويات وخوك ودرسمية. اذا قال لك راه انا عندي لا جهويات وانا اول واحد وقت اللي مروان خويا مشى لعب في النجم السعلي انا كلمت زياد الجزيري صاحبي زياد الجزيري كلمني زياد باش اقنع خويا مروان يمشي يلعب في النجم السعلي. ما عنديش هذه الحكايه في الجهويات. انا حكيت من الاول ومداخلتي من الاول كانت وقلت راهو اذا كان المدرب نجح نشكره مهما كانت انتمائه لاي جمعيه واي جهه، لكن اليوم بكل صراحه ما نعملش كره اليد ماشيه في هواء عصام من حق غير على كره اليد. اللي يتقال اليوم تحكي على الجهويات مثلا اكثر على الحجه اللي تتقال اكثر فريق ممثل في المنتخب هو ترجي بسبعه ملاعبيه معناها. وانا حكيت على الجهويات. انت في التصريح في التصريح نتاعك في الشروق قلت سامي السعيدي واتهمته بالجهويات ولا؟ اي هو اللي غلط في الجهويات مانيش انا، مانيش احنا غلطنا في الجهويات، تو الناس كلها اللي تحكي جهويات اسلام، ولات عندنا صحافه زادت جهويات، هذا شنو يتقال اسلام؟ قلت السعيدي فشل وكرس الجهويات، هذا بالضبط اللي قلته. اي اكيد خاطر اليوم انا كي تجيني تقول اليوم اسكو تراك علاش المشاكل ديما من لاعبين من الترجي ولا النادي الافريقي؟ عمرك شي سمعت خاطر فهمتني ولا؟ معناتها دينا كان المشاكل مع اللاعبين نفسهم لي سيبلي، معناتها اسامه البوغاني انا اليوم نستغرب انا باللي صار الكل. اسامه البوغاني اليوم قائد الفريق معناتها فهمني جهويات فهمتني ولا مانيش انا راني انا ما جبتش جهويات خاطر الناس اللي تحكي جهويات قلت هذا بالافعال اللي عملهم انا مدام من حقي زاد نحكي كرة يد كي نشوف انا ما فماش مشاكل مع جوانات النجم شوف كان مع جوانات سيبلي اقول انا عندك مشكله انت مع الجهويات صراحه عصام تعرف حاجات ما تحبش تقولهم بخصوص قلت الملاعبيه هذو سيبلي تعرف حاجات تحفظ عليهم؟ انا عندي حاجات وعندي معلومات انا من داخل الجروب راه ما نجيبش حاجات من عندي معناتها من داخل الجروب نعرف علاش سامي بوغان علاش ما تمش تدعوا من الاول نعرف علاش نعرف علاش المشاكل مع شويرف نعرف علاش المشاكل مع حسني يتقال ولا ما يتقالش يتقال الاسباب ولا ما يتقالوش هذيك كوزين كوزين ما نجبهاش نعرف انا هذيك علاش نقول علاش ديما نفس الجوارات اخرج كان يحبوا هما يخرجوا يفسروا يقولوا علاش المشاكل هذه ديما مع الجوارات هذا فضل علاش مشاكله علاش انا وقت جبت ودفعت على اسامه البوغان مش في المنتخب ولا جاب جهويات هكا ولا ولا كان عندي مشكله مع سامي الزايدي ونحب ناخذ بلاصته جمله واحده معناتها فهمني لكن اليوم اذا كان انت البوغاني ما اعرف علاش عندي مشاكل مع البوغاني فهمتني معناتها اليوم علاش بالضبط اذا كان هكا معناتها انت نعرفوا زاد تاريخ سامي السعيدي كان مدرب النجم الرياضي الساحلي شنو تحب تقول عصام فهمنا اكثر خلي العباد تفهم خلي العباد تعرف لا يديرش يعرفوا الشهر كان يعمل بوغاني وقت اللي كان سامي السعيدي مدرب النجم الرياضي الساحلي. تقصد البروفوكاسيون نتاع اسامه هكا؟ البروفوكاسيون بيان سور بيان سور بيان سور واضح فهمتني وقت اللي حكينا علاش البوغاني ما تمش استدعاءه لاسباب فنيه شنو هي الاسباب الفنيه الله اعلم معناتها البوغاني ما عندوش وكانت بوليميك كبيره على البوغاني كان تذكروا وحتى الفنيين الكل ساعه فنزيتش تتكلم وانا بور تتكلم الناس الكل تكلمت عن البوغاني اسباب فنيه معناتها اجوار كما البوغاني انسان عالمي ما يتمش استدعائه اليوم يتم استدعائه لكن تقعد بين المشاكل شويه في الحسن. واضح يعطيك الصحه شكرا لك عصام على تدخلك معنا وبالتوفيق ان شاء الله. مرحبا بكم سام والله تحمست شويه اي واضح والله تحكي بغير اكيد من المنتخب وانت من العباد اللي خلات دمك المنتخب وعندك حق مشكله لا جهويات لا عندي مشكله مع سامي السعيدي ان شاء الله سامي السعيدي ان شاء الله يعرف اغلاطه يعرف ما يسالش الانسان يستفيد من اغلاطه وباب المنتخب مفتوح من جديد ينجم نهار ياخذ ونتمنى له التوفيق ونتمنى له التوفيق في مسيرته انا ما عندي حتى اشكال لكن الحقيقه تقال من غير من باب غير على المنتخب التونسي كرة اليد التونسية الحقيقة تقال واضح
يعطيك الصحة، شكرا لك عصام، بالتوفيق إن شاء الله ليك في باقي مسيرتك مع نادي أونجي الفرنسي. موزيكا بعد مكملين في البلاي في آخر جزء من حصتنا اليوم.